يعني أنا لا أخفيك إنه إحنا عنا بالأردن في كتير وسائل للطاقة المتجددة، وإنه إحنا عنا يعني في جزء كبير منها صحراء، وعنا في شمس موجودة بكميات. يعني أنا المنطقة اللي أنا موجودة فيها اللي هي العقبة بجنوب الأردن هي منطقة دائما عنا الشمس والحرارة مرتفعة جدا. يعني إحنا بنتأمل إنه يكون في مشاريع لدعم هاي الطاقة الإنتاجية، وخاصة إنه عنا إحنا ارتفاع فاتورة الطاقة الموجودة عندنا بالأردن، سواء على مستوى الحكومي أو المستوى الفردي من الشعب. إحنا من خلال المجالس البرلمانية إحنا دائما بندعم على إنه من خلال التشريعات الناظمة لدعم مثل هذه المشاريع. لا أخفيكي كان قبل فترة بالمجلس السادس عشر عن الطاقة النووية واستخدامها، لكن طبعا واجهت رفض شديد، وهلأ يعني أغلق حاليا الملف والحديث عن الطاقة النووية، لأنه إحنا بنعرف كلنا أن الطاقة النووية لتنفيذ مشاريعها هي بحاجة إلى كميات هائلة من المياه، وإحنا عنا من الدول الفقيرة بالمياه. وأيضا كان الخطة أنه هاي تنعمل الطاقة النووية بمنطقة قريبة من السكان، وكان في اعتراض كثير من المجتمع على إقامة مثل بمجلس النيابي على صدد انهم يعملوا مقترح مشروع لمشروع او مشروعين للطاقة المتجددة بالأردن، لانه احنا عم بنعاني بصراحة، وفاتورة الطاقة سنويا مكلفة جدا، وهذا بيسبب عجز عنا بالموازنة اقتصادية خاصة فيها كثير من الاستثمارات الكبيرة على مستوى المملكة. يعني أنا بشوف من بالآونة الأخيرة إنه عم بيشتغلوا خاصة عنا بمناطق العقبة، لأنه أغلبها في مشاريع استثمارية وفنادق كبيرة، ففاتورة الطاقة بترتفع عندهم كثير، فعم بيشتغلوا على إنهم يوجدوا وسائل طاقة بديلة. من ضمنها في عندنا مشروع كبير جدا اسمه مشروع أيلا، هو منتجع سياحي يعني بحجم المنتجع أو إذا ما كان أكبر، وفي ملعب جولف موجود، وهذا ملعب الجولف في كل المملكة ما في عندنا جولف، فنعمل بهذا المنتجع، وإحنا بنعرف كلنا أنه ملعب الجولف بحاجة إلى كميات هائلة من المياه، فهم عملوا يعني كبادرة وشيء مكلف بالنسبة لهم أنه عملوا مشروع شيء خلايا بالطاقة المتجددة من خلال الطاقة الشمسية، وهم بأثر إنه يعملوا حتى إنهم ما يحتاجوا يدفعوا فلوس كثيرة على الطاقة. يعني هي بالبداية إحنا بحاجة قبل التشريع، إحنا بحاجة لتغيير ثقافة مجتمعية، لأنه في كتير ناس من المجتمع ما بعرف شو هي الطاقة البديلة أو شو هي الطاقة المتجددة، بيكونوا يعني الناس شوي ضاجة من ارتفاع فواتير الكهرباء ورفع الدعم عن مشتقات النفط اللي لجأت إلى القرار الحكومة، فإحنا بحاجة إيش نغير ثقافتهم ونحكي معاهم ونبين لهم شو فوائد هاي الطاقة المتجددة، لأنه بأي تشريع بده يشرع فيه البرلمان إذا ما لقى دعم من القواعد الشعبية ومن المجتمع المحيط، أكيد رح يكون في إذا ما كانش في قناعة رح يكون في ضغوطات على هذه المجالس ولا هذه اللجان اللي عم بتشرع لمثل هاي القوانين المهمة بصراحة، ما رح ينجح. لكن إذا وجدوا دعم من المجتمع ومن القواعد الشعبية كتير بيسهل هذا الأمر على البرلمان واللجان البرلمانية. ويعني طرحت مباشرة أنا وزميلتي من المنتدى البرلماني الأردني، فلفت انتباهنا هذا الموضوع بصراحة. يعني لا أخفيك إحنا ما كنا منتبهين لهذا الموضوع، وكان كل همنا انه احنا نخفف على المواطن رفع الدعم عنهم،
لأنه لما ارتفع الدعم كله لمس الطبقة الفقيرة هذا الموضوع، ولما رفعوا كمان الكهرباء كمان لمس جيوب الفقراء. فإحنا ما كان خاطر عبالنا إنه في ممكن شيع من خلال الطاقة المتجددة. حتى لما تم دعوتنا لبرلمان المناخ ما كان عندنا بصراحة شو هي الفكرة أو شو هو اللي بيتم مناقشته. لكن من أول ساعات ما بهذا اللقاء اليوم قررنا أنا وزميلتي، قلنا إنه خلينا إحنا كمنتدى برلمانيات نتبنى قضية الطاقة المتجددة من خلال إنه إحنا يكون عندنا مقترح مشروع للطاقة المتجددة. انتباه اليوم بالبرزنتيشن اللي قدموه بنك النقد الدولي، بنك النقد الدولي والأمور اللي أضافوها بصراحة لمعرفتنا، وإنه هم مرات ممكن يدعموا من خلالهم مثل هاي المشاريع. وإحنا معروف عن الأردن يعني كتير عنا تعاون مع البنك النقد الدولي سواء كمنح أو فإحنا لو نشتغل على هذا الموضوع إنه إحنا يعني نربط هذه المنح بتنفيذ مثل هذه المشاريع بالأردن للطاقة المتجددة. لكن هذا الشيء كله لازم يسبقه تدريب وإعطاء خبرات، لأنه في كتير ناس بيجهلوا. يعني إحنا برلمانيين، يعني الإنسان حتى لو برلمان ما بيكون عنده ومكتمل وكامل المعرفة، كل يوم بتعلم شيء جديد. وممكن أي برلماني بيكون مثلاً بيكون هو برلماني متخصص في شيء معين، مثلاً اقتصادياً أو اجتماعياً أو صحياً أو تعليمياً. لكن هاي الطاقة المتجددة بصراحة شيء جديد، وأنا بتمنى إنه يعني يتم تعميمها على كل البرلمانيين. إن شاء الله يعني إنه نحاول ننقل اللي سمعناه واللي راح نسمعه، لأنه بدايتها مبين إنه في أمور كثيرة إحنا بنجهلها والأردن بحاجة إلها، لأنه إحنا ندعم هذا القرار بخصوص الطاقة المتجددة، لأنه في كتير حيلولة من المشاكل اللي بتعاني منها الأردن وخاصة اقتصاديا. وبتمنى إنه يعني مشاركة أكبر عدد دائما وباستمرار، وتبادل الخبرات بين البرلمانيين بهذا الموضوع بإذن الله.